بيض الله وجهك. حياك الله يا بندر. حياك الله يا بندر. يا هلا يا هلا. أهلي وناسي، أهلي وناسي. بس من أهلي وناسي واضح إنك رايح للشمراني. لا فعليك يا حبيب قلبي. أنت بندر من وين؟ شمراني أكيد. والله جاني الدوخة. يا علي يا ناس يا شمراني. جعلنا من عدمك يا علي. علي مديك تقطع. علي علي بندر بندر. أقول يا بندر. سم. أقول سلام بالطول بالعرض تكسيك. لا هذا كله نعطيته يا راعي الطيب والجود والجولة يا بندر. ولا كلمات متقاطعة. إيش أقول لك؟ كأنك فليت أنت ها؟ لا 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 أنا آسف أنا آسف. أقول لك تعشيت ولا ما تعشيت؟ الحمد لله. وش عشيت جد والله؟ إيش أكلت؟ والله على قد الحال كذا. لا علمني الله أكبر بطلبك سلف أنا علمني وش تعشيت؟ والله يعني نوع شوف حاجات بسيطة. يعني مطبق. فول ما معصوب هذه خفيفه هذه هذه لا والله ولا وش قل لي صدق علمني بالله يعني انه اشوف كذا جبن وما جبن شغلات وبيض حاجات خفايفه الجبن انواع خليك واضح صريح معي الا المراوغ انا ما احبها جبن اصفر ولا الجبن البيضاء اصور لك العشاء الحين هيا بالله صوره وارسلها في تويتر خلني اشوف ابشر ابشر جعني مع دمك عليك طب اقول لك صور بالله وبدخلك معي في السحب حق تويتر وممكن تربح العسل يا بندر العسل تربحه وتتعشى عسل مع النواشف مع النواشف وكل ما اكل تدعي لي اي والله بسم الله بسم الله عليك صح يا بندر اقول اسمع ابغى عسل ابغى عسل ابشر بالعسل بندر شوفك جاك كحه جاك كحه بس ونشف حلقك وباقي ما جاك العسل كيف لو جاك العسل يا حبيبي يا بندر يا بطيب ان شاء الله عطوه الاحياء عطوه خله ينبسط عطوه الاحياء باذن الله ذالها التوفيق والفوز عطوه بندوره الاحياء بسرعه عندك الاحياء يا بندر شوفها قدامك الشاشه عندك البهجه المشهد البهجه يا اخي انت كذا تجلب البهجه دائما يا بندر والبهجه والسعاده منك وفيك ما شاء الله عليك يلا بسم الله جاهز يلا اذا في احد حولك يساعدك بندر تكفى بعد النواشف وركز معي أيهما أكبر مساحة في الأمريكيتين؟ أمريكا الجنوبية ولا الأمريكا الشمالية؟ ولا أنهم متساويين؟ ترى ما هي نكتة صدق. أيهما أكبر مساحة في الأمريكيتين؟ أمريكا الجنوبية ولا أمريكا الشمالية؟ وش الأكبر مساحة؟ بندر بسرعة تكفى دقيقة. الشمالية. أكيد أنا فداك. إن شاء الله إن شاء الله. أنت أهم شيء بعد صحنين النواشف. باقي العسل بس يا حبيبي والله يا العسل انك انت بيض الله وجهك يا بندر فزنا ولا ما فزنا اعطونا العلم ان شاء الله يا رب يا رب لا تخرعوني والله يا جماعه ما عاد اتحمل اني اذوب من طولي يا جماعه دخيلكم يا جماعه فكوني من الحركات هذه ما احب الحركات هذه اعطوني الاجابه بسرعه فكوني من التوتر هذا اللي ما ادني اعطوني الاجابه ايش الحركات هذه هات وقفا صبي يجمع الصدفا وحين الموج بل له أحس البرد فارتجفا أمام البحر قد وقفا صبي يجمع الصدفا وحين الموج بل له أحس البرد فارتجفا سؤال عابر ثار بنفس الطفل فاحتار يرى بحرا ولا يدري له معنى ولا هدفا أمام البحر قد وقفا أمام البحر قد وقفا صبي يجمع الصدفا وحين الموج بل له أحس البرد فارتجفا يحار القلب والفكر فمن سواك يا بحر يحار القلب والفكر فمن سواك أجزم أجزم إن كل من شاف المشهد إيه زين خاصة المخرجين والمعدين اللي وراء الكاميرات الآن إيه ندم شديد إنهم شغلوا هالنشيد الآن لا بالعكس